وهو نازل لقى البواب قاعد. قال انا مش هقعد في الشقة دي تاني، وحكى للبواب على اللي حصل. البواب قال له لما زالك وسيب الشقة دي بسرعة، الشقة دي مسكونة. خالد استغرب من كلام البواب، يا للدرجة دي الشقة دي خطر؟ اه مسكونة، والناس اللي في العمارة كلهم عارفين ان شقة ليلى مراد مسكونة من زمان. لو انت مش مصدقني ممكن تسأل الجيران بنفسك. لو انت من متابعي فيسبوك اعمل لايك وشير، اما لو انت من متابعي اليوتيوب اعمل لايك واشتراك. انا باسم صلاح، محور العالم. في وسط البلد في القاهرة، تقاطع شارع الشريف، موجود هناك أشهر عمارة في تاريخ مصر، عمارة الأم بيليا. اتبنت عمارة الأم بيليا في سنة 1938، فيها 870 شقة، اتبنت على مساحة 5844 متر. العمارة مكونة من برجين، برج بحري وبرج إبلي، وفيها 27 أسانسير. وكان إيجار الشقة في التوقيت ده ما بين 6 جنيه و 12 جنيه، وده كان بيرجع على حسب مساحة الشقة، وده طبعا كان مبلغ كبير جدا. عشان كده ما كانش بيسكن العمارة دي غير الفنانين أو الأثرياء. كانت ليلى مراد ساكنة في الدور 11، واتوفت ليلى مراد في 21 نوفمبر سنة 1995، ولحد النهاردة لسه كل حاجة في الشقة زي ما هي، الأساس والفرش السفرة اللي كانت بتاكل عليها، كل ده لسه زي ما هو. وبعد ما ماتت ليلى مراد ورث الشقة ابنها زكي فطين عبد الوهاب، وبعد ما زكي فطين عبد الوهاب ورث الشقة ساب كل حاجة زي ما هي، وفضلت الشقة مقفولة بعد وفاة ليلى مراد فترة طويلة شوية. وبعد كده جه المخرج خالد الحجر. خالد الحجر كان حلم حياته انه يسكن في عمارة الأم بيليا، وخالد الحجر ده كان صديق زكي فطين، فطلب خالد الحجر من زكي فطين انه يشتري شقة والدته، وده بأي تمن زكي فطين ممكن يحدده. بس زكي فطين مرضيش يبيع، وقال له مش هقدر ابيعها عشان الشقة دي فيها كل حاجة من ريحة أمي، بس عشان انت متمسك بالشقة انا ممكن اجرها لك. زكي خد خالد حجر عشان يتفرج على الشقة، وهما بيتفرجوا على الشقة خالد راح ناحية المطبخ. خالد دخل المطبخ، وهو في المطبخ سمع صوت ست بترحب بيه وبتقوله اهلا وسهلا. خالد بص حواليه عايز يعرف الصوت ده جاي منين، مش شايف حاجة، مفيش حد معاه في الشقة غير زكي. بس خالد حاسس ان الصوت ده مش غريب، ده صوت ليلى مراد. خالد سمع صوت ليلى مراد بتكلمه في المطبخ، بس ساعتها خالد جه باله ان دي ممكن تكون تهيؤات مش اكتر، ما هو كان متعلق بالشقة. خالد خلاص هياخد الشقة من زكي، وخد المفتاح. واول يوم لخالد في الشقة وهو قاعد بيكتب سيناريو مطفي كل الانوار وعمل القهوة بتاعته، وقعد خالد يكتب. الوقت عدى على خالد من غير ما ياخد باله. الساعة جت 2 بعد نص الليل وهو قاعد بيكتب، خيال معدي من قدام خالد على الحيطة. خالد من كتر التركيز في السيناريو مهتمش بالخيال اللي كان معدي قدامه، وقال اكيد دي تهيؤات، وكمل خالد كتابة. وبعدها بكام دقيقة عدى نفس الخيال تاني. خالد لازم يوقف كتابة ويقعد يراقب الخيال. بعدها بكام دقيقة وخالد قاعد بيراقب عدى الخيال، وخالد شافه بعينه، والخيال كان على شكل ست لابسة روب أبيض وشعرها أسود وماشية بكل هدوء في الشقة. خالد قام لم ورقه وحطه في درج المكتب، كفاية شغل كده النهاردة. أكيد اللي بيحصل لخالد ده الوسط سهر وكتر شغل، ودخل خالد أوضة النوم عشان ينام. وعدى كام يوم، بس في الكام يوم دول خالد كان حاسس إني مش عايش في الشقة لوحده. وفي يوم خالد كان نازل الشغل، وهو نازل فتح الشبابيك ورفع الستاير عشان الشمس تدخل الشقة، لقى الستاير نازلة والشبابيك مقفولة. بس جايز خالد نسى أصلا يرفع الستاير ويفتح الشبابيك، بس الموضوع ده اتكرر كتير لدرجة إن خالد بقى متعود عليه. بس هو كان عايز يعرف مين اللي بينزل الستاير ويقفل الشبابيك. الموضوع بقى يتكرر مع خالد كتير، ما بقاش بس بيشوف خيال الست، لا بقى يشوف اشباح وخيالات كتير جوه الشقة، واكتر مكان كان بيشوف في خيالات كان المطبخ. خالد حس ان سبب الاشباح والخيالات دي هي الصور القديمة اللي كانت متعلقة على كل حيطان الشقة وعفشها القديم. وبرضه خالد حس ان هو بقى مريض نفسي، وكل اللي بيحصل له دي تهيئات وخيالات من وحي الخيال. بس في يوم من الايام جه صديق لخالد عشان يسهر معاه، وهم سهرانين مع بعض وصاحبه قام عشان يدخل الحمام. خالد قال له اخر الطرقه دي هتلاقي الحمام،
صاحبه قام ومشي في الطرقة، وفي آخر الطرقة صاحبه وقف اتصدم. صاحبه شاف شبح امرأة لابسة لبس هنود وبتبص له وبتضحك له. صاحبه شاف الشبح رجع جري، على خالد بيقول له انت لحقت تدخل الحمام؟ صاحبه قال له لا معلش لازم امشي دلوقتي. خالد قال له ايه في ايه، ايه اللي حصل؟ صاحبه حكى له على اللي شافه. خالد سكت مش عارف يرد، بس بقى متأكد دلوقتي ان كل اللي كان بيشوفه كان حقيقي، ما كانش تخيلات ولا تهيؤات، وان الشقة دي مسكونة بالجن والعفاريت. وعدى كام يوم وجي واحد صاحبه تاني عشان يبات معاه. خالد قام دخل المطبخ عشان يعمل كوبايتين شاي، وهو بيعمل كوبايتين الشاي شاف شبح راجل واقف، في المطبخ. خالد ساب المطبخ وجرى على اوضه النوم، دخل اوضه النوم وقفل الباب، واول ما قفل الباب الموبايل بتاعه وقع من على الكوميدينو. وبعد ما الموبايل بتاعه وقع من على الكوميدينو، وقعت صوره من الصور القديمه اللي كانت متعلقه على الحيطان على الارض. يا ترى الاتنين ليهم علاقه ببعض؟ الموبايل يقع مع الصوره اللي بقالها سنين متعلقه على الحيطه؟ الله اعلم. الموضوع بقى يتكرر كتير مع كل اصحاب خالد. الاشباح كلت دماغ خالد، فقرر ان يدور في كل مكان في الشقه، يدور على اي حاجه في العفش القديم يمكن يلاقي اي حاجه تفسر اللي بيحصل معاه. واللي خلى خالد يدور في كل الشقه ان كل حاجه كانت تخص ليلى مراد لسه زي ما هي، يمكن الحاجات دي ليها علاقه باللي بيحصل. خالد دور في كل مكان في الشقه، ما فضلش بس غير الصندله اللي فوق المطبخ. خالد راح على الصندله بيحاول يفتح الصندله، مش عايزه تفتح، وكان حد بيحاول يشد الباب من جوه. وجي تاني يوم وخالد كلم صاحبه عشان يجي يساعده ان يحاول يفتح الصندله اللي فوق المطبخ. صاحبه جه وجاب سلم وطلع عشان يحاول يفتح باب الصندله. باب الصندله مقفول برزه وقفل. صاحبه بيحاول يكسر الرزه وفجاه السلم وقع، وكان حد زق السلم عشان يوقع اللي كان بيحاول يفتح الصندله. صاحب خالد وقع واتصاب كدمات وكان ظهره هيتكسر. خالد بعد الحادثه دي وبعد اللي حصل لصاحبه خاف يقرب من الصندله وبدا يكبر دماغه منها. خالد اتصل بزكي فطين وحكى له على كل اللي حصل وعلى الاشباح والست اللي كانت لابسه روب وشعرها قصير. زكي بعد ما سمع القصه دي من خالد اتصدم، عشان ده بالظبط وصف ليلى مراد يوم ما ماتت. يوم ما ليلى مراد ماتت كانت لابسه روب ابيض وقصه شعرها. زكي كان بيحصل معاه نفس اللي كان بيحصل مع خالد. بعد وفاة ليلى مراد زكي قعد في الشقة شوية وكان بيشوف كل الأشباح دي، وكان بيشوف شبح الست اللي لابسة روب أبيض وقصة شعرها، وكان الشبح ده شبه أمه جدا، وكانت الست دي بتمشي بمنتهى الثقة في الشقة، ما كانتش بتحرك أي حاجة من مكانها. نفسيته اتعقدت وقفل الشقة وسابها لحد ما جه خالد وسكن في الشقة. بعد ما خلص المكالمة خالد مع زكي، خالد استعان بعالم روحاني، في الجن والأشباح، وبعد ما عاين الشقة قال له مفيش هنا أشباح ولا عفاريت. أمال ده إيه؟ ده نوع من أنواع الطاقة في المكان، ويا ريت يا خالد تتعامل مع اللي موجودين في الشقة عادي جدا وتحاول تتواصل معاهم، النوع ده من أنواع الطاقة مسالم وما بيأذيش. خالد هيسمع كلام العالم الروحاني وهيبدأ يتعامل مع اللي موجودين معاه في الشقة. وبعدها بكام يوم خالد وهو نايم على السرير سمع صوت دوشة وكأن في حد بيتكلم حواليه، وحس بإيد حد على كتفه. خالد بكل ثقة بيكلمهم من فضلكم سيبوني أنام، وفجأة الأصوات سكتت والإيد اللي كانت على كتف خالد اتشالت ونام خالد. تاني يوم خالد نزل، وهو نازل في الأسانسير وقف بيه عند الدور الخامس. فضل خالد يدوس على كل زراير الأسانسير، ويفضل الأسانسير يطلع ما بين الدور الخامس وينزل ما بين الدور الرابع. وبعدين بقى عايز أنزل، خالد قال لهم كده، والأشباح سمعت كلامه والأسانسير نزل. خالد بعد كده عاش مع الأشباح وبقى يكلمهم ويتعامل معاهم وكأني بيتعامل مع أي بني آدم طبيعي. بس إيه اللي ممكن يحصل ويخلي خالد يسيب الشقة بعد ما بقى يتعامل معاهم عادي؟ خالد وهو نايم سمع صوت طرف الدولاب بتتفتح وتتقفل لوحدها، بقوة وتفضل تترزع. خالد قام بسرعة ولبس هدومه ونزل، وهو نازل لقى البواب قال له أنا مش قاعد في الشقة دي تاني، وحكى للبواب على اللي حصل.
البواب قال له لم ازالك وسيب الشقة دي بسرعة، الشقة دي مسكونة. خالد استغرب من كلام البواب، يا للدرجات دي الشقة دي خطر؟ اه مسكونة من زمان، والناس اللي في العمارة كلهم عارفين ان شقة ليلى مراد مسكونة، ولو انت مش مصدقني ممكن تسأل الجيران. معظم السكان هنا كانوا بيشتكوا من الأصوات اللي كانت بتطلع من الشقة، أصوات عزف وموسيقى، وما كانش بيكون في حد جوه الشقة. خلاص خالد مش هيقعد في الشقة بعد اللي شافه وسمعه من البواب، وادى المفتاح لزكي فاطين واتقفلت الشقة من تاني، لحد ما زكي خلاص قرر ان يبيع الشقة، وباع زكي الشقة الواحدة اسمها منار، كانت قاعدة برا مصر ونزلت مصر وعايزة تقعد في وسط البلد، واشترت الشقة من زكي. وبعد فترة مش طويلة طلعت منار مع منى الشاذلي وقالت ان الشقة مسكونة، وان هي لما اشترت الشقة ما كانتش تعرف انها شقة مسكونة. خالد الفضول عنده هيخليه يدور ورا تاريخ العمارة، وفعلا خالد بعد البحث عرف ان في جريمة قتل حصلت في العمارة في سنة 1995، ودي نفس السنة اللي ماتت فيها ليلى مراد، بس ليلى مراد كانت وفاة طبيعية. بس خلينا احنا في جريمة القتل، اللي حصل ان كان فيه ساكن جديد في الدور الخامس، الدور الخامس ده لو انتوا فاكرين اللي كان بيعطل فيه الاسانسير، طلب الساكن الجديد من السمسار اللي جاب له الشقة انه يجيب له خدامة تروق وتمسح وتطبخ، وفعلا جت الخدامة وبدأت الشغل في الشقة. وفي يوم اختلف الساكن مع الخدامة، اختلفوا على ايه الله اعلم، حصلت خناقة بين الشغالة والساكن، والساكن طلع سكينة وقتل الخدامة، واتصل بعد كده بالسمسار وجه السمسار، وبعد ما جه السمسار راح الساكن مخلص على السمسار. كده بقى احنا عندنا في الشقة بتاعت الدور الخامس 2 مقتولين، يعني 3 ماتوا في العمارة في نفس السنة، 2 اتقتلوا في الدور الخامس اللي كان بيعطل فيه الاسانسير. بعد جريمة القتل دي سكان العمارة الاسانسير بيعطل بيهم في الدور الخامس ويعلق ويرجع يشتغل تاني. العمارة فعلا غريبة، كان بيسكن العمارة الفنان محمد فوزي، ومحمد فوزي مات بمرض نادر، المرض فضل ياكل في جسمه لحد ما وزنه نزل وبقى 36 كيلو ومات بعدها، والاطباء معرفش تشخص حالته. وكانت برضه من سكان العمارة كانت الفنانة كاميليا، وكاميليا ماتت في حادثة طيارة وجثتها اتحرقت بالكامل، وكمان كان من سكان العمارة الفنانة اسمهان اللي ماتت في حادثة عربية بعد ما العربية اتقلبت بيها. كل الأحداث اللي حصلت في العمارة خلت عمارة الأموبيليا هي تاني أكبر عمارة مرعبة في مصر بعد عمارة رشدي في اسكندرية.